نعم، خلينا أخذكم إلى خبر وإنجاز جديد وغير مسبوق على نساء ورجال المملكة. حصلت المعلمة دلال القحطاني على المركز الأول بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في دورتها 23 للأداء التعليمي المتميز، وجاء تقديرا لإنجازها وتكريما لها على يد أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بحضور مدير تعليم الطائف الدكتور طلال الهيبي. الله، خبر جدا حلو، أكيد يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة دلال القحطاني الفائزة بالمركز الأول بجائزة الشيخ حمدان آل مكتوم. هلا وسهلا بك أستاذة دلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سعيدة جدا بهذا اللقاء في المساء الأنيق والجميل واستضافة برنامج سيدتي بقناة روكانا. وإحنا سعيدين جدا بك وبهذا النجاح وبهذا الفخر اللي يضاف لنا، خصوصا أننا سيدات سعوديات، وألف مبروك على هذا النجاح. ولكن لمن تهدين هذا النجاح؟ طبعا أولا شعوري لا يوصف بهذا الإنجاز، شعور عزة وفخر وإنجاز بهذا التميز. حصولي على جائزة الشيخ حمدان تعني لي الكثير والكثير، كانت أكثر من حلم يتجسد، أكبر من طموح يتحقق. هذا التميز سأجعله نبراسا لذاتي، وسأستثمر سماتي القيادية التي منحني الله إياها لتحقيق أحلامي في خدمة ووطني. ما وصلت له حقيقة من إنجاز وتميز ما كان إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم دعاء والدتي حفظها الله ودعم من حكومتنا الرشيدة التي هيأت لنا كافة الإمكانيات وسهلت لنا السبل وإتاحة الفرص لترقي جميع المجالات. إن هذا الدعم هو الذي جعلنا بعد توفيق الله نحصد الجوائز العالمية، التي كانت من ضمنها جائزة الشيخ حمدان بن راشد التي حصلنا عليها لهذا العام. ولأنك يا وطني العظيم منارة في راحتيك حضارة الأجيال، يا قبلة التاريخ، يا بلد الهدى، أقسمت أنك مضرب الأمثال. ومن منطلق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإن هذا التميز لم يكن وليد صدفة، بل كان له مرتكزات ومنطلقات. لذا فإن قائمة الشكر تطول وتطول في كل مراحل التميز. لذا أتوجه بالشكر الجزيل لله تعالى، ثم لوالدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على ما يولونه من اهتمام ورعاية أبوية لنا. وأتقدم لأمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بكل الشكر والتقدير لاستضافته لنا وتكريمه الذي يعد لفتة غير مستغربة على قادتنا، حفظهم الله جميعا وسدد على الخير خطاهم. كما أقدم شكري لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذي رسم ملامح مستقبل التعليم في صورة من صور التطوير الشامل برعاية ودعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة. وأتوجه بشكري لإدارة تعليم الطائف المتألقة بكل إداراتها صراحة وأقسامها ورؤسائها ومنسوبيها ومكاتبها، متمثلة في سعادة مدير التعليم الدكتور طلال اللهيبي حفظه الله ومساعديه، الذي ساهم بالنهوض بمستوى تعليم الطائف وسهل كل ما يعين على السير على طريق المعالي بعلوم وتسامي. أتوجه أيضا بالشكر لمساعدة الشؤون التعليمية أستاذة مها الزايدي بدعمها وفنون إنجازاتها في صناعة القدوة والقادة، وشكري ممتد لمدير مركز التميز الأستاذ سعيد المالكي في دعمي لنا في مسيرة التميز، وإدارة مكتب شر الأستاذة مبر حافي وجميع منسوبات المكتب من مشرفات قيادة ومشرفات فنيات وكل منسوبي المكتب في تسهيل كل ما يعين في مسيرة التميز. أيضا أتقدم بعبارة الشكر والثناء لفريق عملي المتفرد الذي لا يتفرق، الابتدائية السادسة والعشرون من الكادر الإداري والتعليمي، سواء من كنا تحت إدارتي أو تقاعدنا أو نقلنا إلى مدارس أخرى، فقد انتظم عقده في تعاون باهر وتآزر مدهش، فأنا بحق أتباهى بهم وأفاخر بفريق عمل مبادر بكل همة واجتهاد وتفاني منقطع النظير من إداريات ومعلمات وعاملين بالمدرسة. شكري ممتد لإخواتي وحبيباتي القائدات لمساندتهن لي ودعمهن ولو بكلمة تحذير أو مؤازرة أو مشورة.
أتقدم نعم. لبناتي الشكر لبناتي وحبيباتي الطالبات في هذا المكان، فهن أيضا بعد الله وتوفيقه سر تميزنا بانتظامهن والتزامهن بكل ما توليه المدرسة من أنظمة. أحبكن بناتي من هذا المنبر، والشكر موصول لأسرهن وأولياء أمورهن ومساندتهم المستمرة للمدرسة، فهم شركاء التميز. ولا أنسى أن أشكر أسرتي التي تربيت فيها وعلى يدها التميز والعطاء والمبادرة، وكيف نكون قدوة، بداية بأمي العظيمة ودعواتها، ومرورا بأخوتي وأخواتي الذين أفاخر بهن وأتفاخر، وزوجي الذي تفهم رسالتي وأعانني ودعمني في جميع مراحل تميزي، وانتهاء بأبنائي حفظهم الله تعالى. فهذا التميز هو نتاج عمل جماعي متكامل، وهو الأمر الذي له أثر وبصمة في تميزي بعد توفيق الله، وهو جزء من رد الجميل لهم، والقادم أجمل، ولا يزال البناء والعطاء بإذن الله. بورك لنا جميعا هذا الإنجاز وتقبله الله عنده، ونفع به الدين والوطن، وعذرا صراحة على الإطالة التي لم تفي بما يختلف في صدري. وأهدي إنجازي هذا أولا لديني الذي دعانا للاستباق إلى المكرمات والمنافسة في الخيرات، وأن المجاهدة في ذلك سبيلها معية الله المسلمين. إن الله لمع المحسنين. ثم لبلادي ووطني الغالي في عامه 91، متمنية له عمرا مديدا وقوة في الحق ويدا في الخير، ممتدة للعالمين. فالوطنية على الحقيقة أخواتي هي توظيف للملكات والقدرات في خدمة الوطن ورفعته بإخلاص وعمل وبناء. يعطيكم العافية. نعم، يعطيك العافية أستاذ دلال القحطاني، شكرا لك وشكرا لمداخلتك معنا، ونرجع نقول لك ألف ألف مبروك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل.